قطر لطالما كانت تحديا من بين دول المنطقة في التعاون على مكافحة الإرهاب. فواشنطن قد حددت قائمة بأسماء أفراد يعيشون في قطر مولوا الإرهاب، وهذا تم بموافقة الحكومة القطرية. دولة ساعدت في تمويل القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين وحماس. طورت العلاقة مع حركة حماس حتى التبني. كانت تتعامل مع الجماعات المسلحة وعلى حساب المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا. قطر إذا عولت على إيران ستخرج وبشكل نهائي من الصف العربي.